نحيدو كاع هذا باش نبقاو. اجي خويا حيد لي هذا، حيد حيد كاع هذا دوك حنا في حيد هذا هذا ما يزيد. حيد بويا حيد حيد باش نبقاو. لا مزيان مزيان يا حيد حيد مزيان. انا غادي نشوف. اسمعني يا حيد حيد اشوف حيد الله يفتح. إذا صباح الخير ومرحبا بكل المتتبعين ومتتبعات قناة شوف تيفي من خلال هذه المباشرة. حتى تواجدوا على مستوى واد تنسيفت وبالضبط في إقليم شيشاوة جماعة مزودية لدواوير المصابيح باش تشوفوا هذه المعاناة ديال مقلع الرمال كما تتابع معنا من خلال هذه المباشرة الآن في هذا البث الحي مباشرة كما سبق وذكرت على واد تنسيفت كما تتابع معنا. فمجموعة ديال الفلاحين الآن تضروا بجنبات الوادي من العمل ديال هذا المقلع الرمال على مستوى وادي تنسيفت جماعة مزودية إقليم شيشاوة رغم النداءات المتكررة. فتتفاجئوا بأن هاد الناس هادو مازال مشتغلين وللأسف يعني ما تحترموش حتى يعني دفتر التحملات ولا كناش التحملات فيما يخص العمل في مقلع الرمال وكذلك الحفر مستوى الحفر وكذلك تشوفوا أنه خارجين واحد النسبة كبيرة من الأحجار المكسورة كما تنقولوا اللي يعني تتضر بشكل كبير الفرشة المائية. فاحنا غادي نستضفوا أحد الساكنة اللي غادي يقربنا شي شوية من الحال ديال هاد الناس هادو يعني كيفاش زيد الشريف يعني الحال ديال هاد الناس هادو المشكل اللي تيعانيو منه. السلام عليكم الشريف. السلام. صباحك مبروك. يعني بانك تقربنا شي شوية من المشكل اللي تتعانيو به انتم مع هاد مقلع الرمال ديال المينار بريفا. حنا ما بقاش عندنا المكان الماء، شي وقت كان عندنا الماء دوكا ما بقاش عندنا الماء فالسايبسات والزيتون حتى هو بياس وكساب وكل شيء. وتنطالبوا من الله هاد الناس دايرين جبيار دايرينهم في الواد، علاش مطلعين لهم الجبيار وحنايا ما بقاش عندنا حتى شي نقطه في الواد. وهادي راه غابه ماشي زعما تركنا حنا شي وقت تلقانا القرد على طلعنا شي عود ولا شي عود تلاقوا معاه في الطريق تيشدنا تيشد منا العواد وكل شيء تيصيفطنا حنا هكاك لا حميرنا لا حتى شي حاجه. ودروك كونيا توعدنا هو داو راه ما داو كل شيء ما خلاو على الارض هي اللي بقات. علاش؟ يعني شحال من سنه وهاد المقلع الرمال كاين؟ من النهار اللي عقلنا وحنا تنفلحوا فيه، تنديروا فيه قصب، كاين زيتون، كاين فصه، هو اللي هازنا هاد الواد التنسيف، هما دايرين السدوده لا والو، تنعرفوا علاش حنا. نعم ودروك مؤخرا شحال من عام وانتم ما بقاش الماء توصلكم ولا تيدوز من الواد؟ وحنا مؤخرا انا جبت واحد 15 تكون واحد 10 سنين هادي دوكانيات ولا. ولا هي بتكون شي 7 سنين دابا. 7 سنين؟ اه 7 سنين وهذا المقلع الرمال كاين هنايا. اي وما بقاش عندنا كاع الماء غادي كل عام غادي ترجع الماء. نعم. شحال الناس الفلاحه دابا اللي تقريبا تنازلوا على الاراضي ديالهم؟ راه تقريبا عداد. ما نقدش نقول لك. في حتى واحد 500 ديال البشر ولا 600 كانوا يتفلحوا هنا في هذا الوقت. ودوك شحال بقى؟ دوك راه غادي بنادم تيقل الماء وغادي بنادم تيطلع بحال هكا. ما بقاش بزاف وكاع شحال ديال البلدان داو. بلدان كانت تفلحوا فيها كانت فيها الفصه وكان فيها الزيتون وكان فيها قصب وداوها لينا طلعوها ما خلاوش لينا. قلعوها بسبب هذا المقلع الرمال. قليل اللي باقي غادي يشوف الفصه وكاع شي شويه كاع لا باقي غادي شويه عطش ليه. ما بقاش من يصحي. هما دايرين جبيار في الواد تنسيف. اللي دايرين جبيار. هما دايرين جوج بيار وممنوع الحفير ديال البيار. وحنا كانوا حابسين ممنوع الحفير. نسقوا عامل ذاك الماء ديال الشتا اللي تيكون دايز وداك الشيء اللي تيبقى. نسقوا به حنايا. وهما حافرين البيار. وهما حافرين جبيار كل واحد ما راه غارقي ما تيوقحوا شكون شتيهم راه قد البحر. نعم ومشيتوا علمتوا السلطات علمتوا المسؤولين. علمنا كل شيء. اش يقول لكم هاد الناس هادو؟ تيقول لنا دابا غدا بعد غدا انت يلوحونا كل نهار تيلوحونا النار تيلوح النار والشهر تيلوح الشهر كما قال هذاك صافي. والجنه مين تجي اخويا؟ اش تدي الجنه؟ قلت لي بان تجي الجنه يعني تدور دور. لا الجنه تتجيب كاع دير دوره تطلع ما بقاش كاع النهار الاخر ما بقاش تشوفها كاع. نعم نعم اخويا. غادي نمشيو نقربوا شويه نديروا شي جوله دابا. تفضل سي عز الدين تفضل.
هذا الحال ديال هذا. اولا تحيه للمنابر يعني الصحفيه الحره اللي تتواكب هذا يعني بحال يعني تاخذ مبادره وتتعاون مع بحال هاد الناس وتفضح يعني بحال هاد الملفات اللي هاد الملفات قويه. ويعني احنا كمناضلين يعني في المنطقه بدينا هاد الملف هذا ديال هاد المقلع بالضبط سنه 2016. يعني هاد الملف هذا ديال هاد المقلع ما كاينش مؤسسه في الدوله والا عندها هاد الملف هذا. يعني لدرجه ان حتى من الناحيه ديال اننا جنا مفوض قضائي كوتيزينا ليه كمواطنين وجينا هنايا وعبرنا معاهم هاد الحفاري وكذا يعني ما تيحترموش دفتر التحملات. اشنو ما تيحترموش دفتر التحملات؟ دفتر التحملات مثلا كما تنشوفوا يعني في اطار التوجه ديال الدوله يعني ديال محاربه التصحر و يعني في المجال البيئي. نعم. تنشوفوا بان المناره يعني هاد الشركه ولا هاد المقلع تيحيد الاشجار وهاد النباتات تيقلبوا من تحت وتيطيح لهم الرمله وتيدكهم. مثلا الحفاري هنايا كاين حفاري اللي يلحقوا 7 حتى 8 متر تحت الارض. يعني في اطار التحملات تيقول بان يجب مثلا على المقلع الرمال اللي خاصو يستغل بعدا بالدرجه الاولى يعني ديك المساحه اللي في ملكيه المياه والغابات اللي تيقولوا واحد 18 متر حتى 20 متر في المجرى ديال الماء. هاد الناس كما تنشوفوا راه يعني هادي راه جوج كولوميت ولا سميتو يعني خلاصه الكلام. يعني هاد الناس هادو فوق القانون. كيفاش فوق القانون؟ يعني حتى اللجان اللي تتجي هنايا حنا يعني قعدنا مرارا تكرارا في العمل ديال 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 شيشاوة ديال اقليم شيشاوة مع السيد العامل. يعني هو بحكم ان كانت وخرجت واحد اللجنه هنا اللي هو الرئيس ديال هذيك اللجنه ديال اللجنه الاقليميه ديال الاقليم. حنا تنقولوا بان كاينين جوج الابار حفرهم هاد المقلع باش تيغسلوا الاحجار. تنعرفوا الرساله ديال الداخليه وزاره الداخليه حين ان هاد الناس ما لاقين حتى ما يشربوا. يعني 7 ديال الدواور فرقه المصابيح ما لاقين حتى الماء ما يشربوا، في حين ان هاد المقلع هذا حافر جوج الابار في الواد تيستنزف بهم الفرشه المائيه. يعني حتى الخطاب ديال رئيس الدوله مؤخرا في قبه البرلمان ما كاينش لي يعني ما كاين كاع لي يعني اهضر حتى الصباح ما كاينش اللي غايتسوقك لان ما كاينش احترام. لان تيقولوا الترشيد ديال المياه ديال البلاد فين تتمشي ها فين تتمشي ها المياه فين تتمشي. وتعالوا لا عندكم الجراه تعالوا قلبوا على هاد المقاليع اللي هما الاساس وهما يعني الثروه الحقيقيه ديال اين الثروه. ها الثروه ها الثروه لان الثروه اللي بغى يشوفها يجي هنا ويشوف هاد الاستنزاف ديال الفرشه المائيه فين تيمشي. اكثر من هذا الا بغينا نهضروا على المجال البيئي لا حديث يعني مشاكل كثيره وكثيره بزاف. يعني الاستغلال ديال الواد احنا الطلب ديالنا اللي تنطلبوا من هاد الناس تنقولوا على الاقل انه يكونوا سدود تليه باش تنتعش الفرشه المائيه والى غيره. وعلى الاقل احنا ما تنقولوش لهاد الناس حبسوا ما تخدموش، تنقولوا على الاقل احترموا دفتر التحملات وتكون المراقبه المستمره. للاسف الشديد ان حتى المجلس الجماعي اللي عنده الحق انه المهندسين ديالو والارستيك ديالو انهم يديروا المراقبه ما تيديروهاش هنا. يعني فوضى عارمه كما تتشوفوا، ها انتم تتشوفوا بعينكم يعني الواد راه كرطوه. يعني هذه هي راه اللي كانوا تيقولوا الثروه، ها الثروه ديال المغاربه فين تتمشي، في حين ان القبيله راه ما مستفده حتى حاجه. يعني مثلا ما مستفده لا مشاريع مدارس مدارس نموذجيه الماء ما كاينش الطرقان ما كاينينش. يعني فين تتمشي هادشي وتيتبجحوا علينا بحال هاد المقالع وتتقول لك بان راه تنصرف انا واحد 300 مليون في الاحسان العمومي. الاحسان العمومي يعطي الناس هاد ديالهم وحقهم، هاد الدواوير المجاوره لدرجه ان حتى الناس عندنا الكوطه ديال 30% من التشغيل ما كاينش واحد تيشتغل داخل. يعني ما كاين حتى شي من الناس الدواوير ما مستافدينش. لا هما تتشوفوا من الناس راه تتمشي حتى لمراكش تخدم وتتمشي حتى لودايه تقلب على العنب شارجيه. ومقلع هنايا
وما دخل ليه حتى واحد من المنطقه، ما كاينش والو. كان واحد السيد هنا رجروا عليه، واقيل كان سيكيريتي هنايا رجروا عليه تا هو. يعني ما سادين الباب هاد الناس، بغي ياكلوا غير روسهم، والمنطقه راه تضيع، والبلاد راه مشات للحيط، وحنا راه لا حول ولا قوة إلا بالله، ما بقاش عندنا الجهد حتى باش نغوتوا ولا باش عيينا ما نهضروا، هضر هضر هضر، لا أذان لا لا يعني لا أذان صاغية صاغية، يعني صمون بوكمون، الناس ما مسوقاش، أنت هضرت الصباح وصافي، وتحياتي. تحياتي لك، تبارك الله عليك أستاذ الدين. إذا كما تابعتوا معنا سي عزيز، إذا كما تابعتوا معنا فتشوفوا هذا الحجم الضرر اللي خلفته هذا المقلع الرمال على مستوى فرقة الدواوير المصابيح جماعة مزودة الإقليم شيشاوة. اليوم هذه الساكنة تقريبا كان ما يقرب على 600 فلاح الآن، يعني بالقرب من الوادي ديال تنسيفت كما تشاهدوا معنا، وللأسف اليوم تشوفوا هاد الناس هادو بأنهم الضرر والتي شكل الخطر بالنسبة لهم، خصوصا أنه حنا تندويو على تصحر، تندويو على يعني تندويو على كذلك المذكر ديال وزارة الداخلية فيما يخص الفرشة المائية بصفة عامة. غادي نمشيو خويا باش نقربوا شي شوية نشوفوا هاد المشكل، باش نشوفوا يعني باش نقربوكم من الحال ديال هاد الناس هادو ديال فرقة دواوير المصابيح كما تتابعوا معنا. اليوم تيتفاجئوا بأنه بوكلان أو كما تنقولوا جرافة، جرافة الآن يعني تتجر نحو الوادي، يعني حدا هذا مجرة الوادي، واللي غادي يشكل خطر لا بالنسبة للمشية ديالهم ولا بالنسبة للفلاحة ديالهم، كما غادي تشاهدوا معنا. فغادي نزلوا حنايا المصب ديال الوادي في هذه اللحظات باش نقربوكم من هذا المشكل اللي تيعانيو منه فرقة دواوير المصابيح. أييه من هبوط سير يسر أخويا. فاحنا اليوم خدينا على عاتقنا بحكم أننا قناة الشعب، قناة شوف تي في، غادي نعتذر لكم دقيقة ريتما أننا نوصل بعد العمق ديال الوادي باش نقربكم من هذه الحالة. يعني تتشوفوا الآن ولا تدفع يعني بالكتلة ديال الحصى يعني هاد الشركة ديال مينارا كما تتشوفوا، يعني تدفع بهذا. انتم تتشوفوا المصب ديال الوادي الآن اللي نشف، يعني ما بقات فيه حتى شي قطرة كما تتابعوا معنا في خلال هذا البث المباشر الآن، يعني ما بقات حتى شي قطرة، ما بقات حتى شي يعني في الوقت اللي كان هذا مرعى بالنسبة للناس. انتم تتشوفوا يعني ما كانش احترام، شد اخويا شد هذيك، يعني تتشوفوا بأنه كان هذا مصب ديال المياه ديال وادي تنسيفت، فتنشوفوا الجفاف اللي نخر المكان، كانت هذا المكان يعني تيكون بالعمر بالماء ياك اخويا، تيكون عامر ما عمرو كاع، وكان ديما حنا نتحفوا البيار الاول ديما عندنا، وكان ولينا كاع حفرنا وما بقى عندنا ماش. نعم تتحفروا شويه باش تقلبوا على الماء، باش تقلبوا على الماء باش تشوفوا الفصا ونسقوا الزيتون وداك الشيء كلشي بيسلينا. شو كما تتشاهدوا معنا خلال هذا البث المباشر، حتى انه الاعشاب النباتات كما تنقولوا الغرس اللي تيكون على مستوى الواد، يعني حتى هو تضر بشكل كبير، لانه كما تتشوفوا ما كاينش احترام حتى للنباتات، لانه كاين الدفع بهذ الكتله ديال الرمال ديال الحصى كما تتشوفوا معنا في هذا البث المباشر اللي تدفع نحو الواد واد تنسيفت. فتنشوفوا ما كاينش هذاك حتى ذاك الاحترام ديال المصب كما تنقولوا ديال الواد تنسيفت كما تتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر الان. يعني لو تشوفوا هذا في العادي انا تتكون واحد الاعشاب اللي